ازيك يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مصطفى حسين وفيديو جديد. وفيديو النهارده والله يا جماعه يعني لازم اشرب عشان انسى. بس اللي انا شفته النهارده لازم حاجه ابلع بيها. والله انتوا مش حاسين بيا، انا عارف، بس عشان انا هنا وبشوف الحاجات دي لايف فطبيعي اشرب حاجه زي كده. عشان الفيديوهات بحس انها بصوا يعني بتقف فينا وتنزل وتيجي عند المراره وتقف على كده، فدي عشان تزحلق الدنيا شويه بس. وانا المفروض كنت وعدتكم بصراحه، يعني انا عارف ان هيبقى فيديو النهارده هيبقى فيه سعفان، بس للاسف مش هقدر خالص اعمل شخصيه سعفان النهارده لان هدوم سعفان في الغسيل، فما ينفعش يعني نطلع سعفان بلبوسه عادي جدا. واحد كان بيزمر بره وده كان رد فعلي طبيعي، بما اني بصور الساعه 12 بالليل مش فاهم يعني معدي دلوقتي بيضرب كلاكسات بالطريقه دي ليه. لو واحد ميت هيصحى. المهم يعني كنا بنتكلم ان هو ما ينفعش طلع سعفان يعني من غير اللبس بتاعه، فان شاء الله لو حصل نصيب يعني والفيديو ده عدى 3000 لايك في اول يوم او 2000 ونص يعني في اول يوم ان شاء الله سعفان هتلاقوا الفيديو الجاي. ايه الاستهبال حاجه بسيطه بقى احب انبه عليها عشان انتوا بقالكم فتره كده نايمين. الناس اللي بتشير الفيديو اكتب كومنت واحد انك شيرت الفيديو. انا بلاقي 20 كومنت من شخص واحد ان هو شير الفيديو. طب ازاي؟ كل اللي عليك انك تشير الفيديو وتعمل لايك وتكتب كومنت انك شيرت الفيديو والكومنت بتاعك هيطلع معايا الفيديو الجاي. ويا ريت يعني نوصل الفيديو ده 2000 ونص لايك في اول يوم ونعدي ال 1000 كومنت بقى في اول يوم. يعني مش مشكله، يعني ما تبقاش بخيل، اكتب كومنت ليك واكتب 5 ليا مش مشكله. المهم يعني خليك مبذر في الكومنتات. يعني احب انبه عن حاجه كمان، يعني لو انت مش متابعني على الانستجرام بتاعي يا ريت تخش تتابعني على الانستجرام لان فايتك كتير هنا، بنزل صور عظيمه والله شفت. وطبعا ما تنساش تنضم للجروب بتاعنا على فيسبوك. وكفايه رغي بقى لحد هنا ونخش نشوف اول فيديو. حطوا انتوا بتاخدوا فيها ولا ما توافقش؟ احنا ما ينفعش اصلا ناخد فيها. هو لماذا نحن هنا؟ بيقول حطوا بليز، يعني في ايه؟ طب هو ده واد ولا بنت اولا بس عشان نبقى عارفين هنحط ايه؟ لا مؤاخذه يعني حطوا بليز، حطوا حط الماسك بليز. طب هو ما ينفعش تقول حط الماسك على طول، لازم تقسمها يعني. ما علينا، ده واحد من احدى العلوم اللي على تيك توك، اعتقد ده الوحيد اللي كان ينفع فيه الاجهاض. يعني امها غلطانه ان هي سابتك 9 اشهر في بطنها ونزلتك في الاخر، انت كنت فضلت جوه يعني. ما علينا، يعني نشوف فيديو كمان لهذا الكائن العلوي. هالسؤال صدمني، هبه عم تطلب مني الزواج. يا هبه تطلبي منه الزواج ازاي؟ كمل يا حبيبي. بدك يعني بعد طول هالسنين وباخرة عمري شو حول على بنات؟ بيقول لها بعد طول هالسنين ازاي اتجوز بنتي في الاخر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا يا هبة، مستحيل شذ. مستحيل شذ؟ يعني انت كده معتبر نفسك زيك زيها؟ يعني لو عملت معاها علاقة او اتجوزتها تبقى انت كده شذ؟ واللي انت فيه ده ايه؟ داعية اسلامية؟ ما بتزوج غير زلمة، مع احترامي لكل البنات، بس انا حورية بتزوج زلمة. لا هي المعزة رجعت تاني. اصل احنا كنا رابطين معزة برا البيت يعني، فمش عارف الصوت ده جاي من ايه. ده في معزة جديدة في الفيديو. هو ليه في ناس كده يعني ظهرت الفترة الاخيرة محتواهم عبارة عن ازاي يفقعهم، يفقع لك المرارة يعني، يا يفقعهم يا يورمهم على طول، وده الاسوأ بقى. نشوف فيديو كمان. برنسز عم تسألني إذا حبيت بتحب بنية ولا ولد؟ الجواب واضح، بما أني شاب فمن الطبيعي أني حب شاب. عرفت اللي فيه عيني بان عليها. بما أنه شاب الطبيعي أنه يحب شاب. صدمة كبيرة يا ابن الورمة. ايه يا اسطى اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين انا شايف عندك تضاريس فوق اهوت ما شاء الله، يعني رشش ميه وزارعهم ولا عامل ايه بالظبط؟ مش عارف، بس كمل. لان موضة البنات خلصت. لان موضة البنات خلصت. ده بالنسبه له انك ولد يتجوز بنت، دي بالنسبه له موضه وخلصت. ودلوقتي المفروض ان الموضه يعني شاب يتجوز شاب. يا اخي احا اكل المايك، اكل المايك عشان ترتاحهم. انا لو شفت واحد منكم في الشارع هاخده حته شلوط خليه يقطع الخلف على طول، اقسم بالله. ما علينا، يعني نسيبنا من الجو ده خالص بقى ونخش نشوف الفيديو اللي بعده. مولاي صلي
الله عليك. اه ده فعلا اللي دايما قلبه عامر بالنسوه. ما ينفعش ما ينفعش. ايه يا اسطى ده؟ يعني مولاي صلي وسلم وفي الاول لابس لي بنطلون متشرشر ومتقطع من كل ناحيه، انا شخصيا بتكسف البسه. اهو ده بقى اللي تحسه حافظ مش فاهم. انا مش بنتقده عشان حاجه معينه، بس اللي هو ايه يعني، انت نص ركبك كلها بره، واعتقد الركبه ان هي تبان بالطريقه ديت، فدي عوره اعتقد. انا مش شايف. نشوف الفيديو اللي بعده احسن. المفروض ان دي كانت بتضحك عادي جدا، وفجاه ايه اللي حصل؟ بصراحه يعني شخرتها خطفت قلبي. انت ازاي شخرتك حلوه كده؟ فعلا يا جماعه، الزوجه المشخره رزق وشغوط على الكلام. هي ايه اللي انت عملتيه ده؟ لا الشخرة ملهاش حل بصراحة يعني، بس عيب يا بنات عيب، في شباب بتتفرج علينا. طب يا جماعة تعالوا بقى نفصل كده بفيديو لذيذ، يعني شخصية معروفة ومحبوبة خصوصا عندي هنا على القناة. يعني الشخصية دي من بدايتها في المحتوى الخراوي وهي موجودة معايا على القناة. تعالوا بقى نخش ونشوف الشخصية دي. هاي جايز، وحشتوني قوي بصراحة. والله يا بنتي انت موحشتينا، يعني نعمل ايه تاني عشان تصدقي؟ اولع في نفسي اعتزل اليوتيوب عشان ترتاحي؟ طيب ما علينا، يعني انت هتجننيني قريب انا عارف. ايه تايهه من، يعني هو قال لك فين؟ احنا عايزين نفهم بس كل الموضوع، ان احنا عايزين نفهم دي لغه بني ادمين يعني ولا؟ لان يعني هو بص هو مش تنمر والله ولا حاجه، بس انا دايما شايفها كده شمبانز. انتوا شايفين اصلا بصل المايك ازاي فوق يا عيني؟ يعني ليه قاعده كده؟ نازله كده. ايه ده؟ بقول لك يا سندر، سندر اللي تيوني ليه كده بس؟ هو انت كام سنتي؟ عايزين نقيس بس يا جماعه، نحاول نقيس مع بعض كده. حوالي هتخش لها في بتاع 30 40 سم تقريبا يعني. والله صوت احلى، والله صوت احلى. نسيني ليه بتتعب قلبي وعيا؟ نسمع سندريلا احسن. ايه يا بنتي اللي انت بتقولي ده؟ دي لو تعويذ والله ما هتقولها بالطريقه دي. كنت بسمع فيلم رعب امبارح وهما بيقولوا التعويذ والله كانت احسن من كده، وكانت بالنسبه لي عادي جدا، انما لما سمعت صوتك جالي يعني قبضه في قلبي كده مش عارف فيه ايه. والله ربنا يستر عليها في الفيديو ده ويعدي على خير. انا مش عارف اقول لك ايه والله، مش عارف الاهالي سايبين التليفونات مع ولادهم ليه. المفروض قبل ما تنامي تتاكدي ان بنتي لابسه الحفاضه كويس وتامنها على البامبرز بتاعها وتنيمها على طول. طب يا جماعه والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. الفيديو ده اصلا ما كانش مترتب له، ما كنتش هصوره النهارده، ما كانش ليا نفسي اصور الصراحه النهارده يعني. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله لو الفيديو ده عدى ال 2000 ونص لايك، عدى ال 1000 كومنت، سعفانا يطلع الفيديو الجاي ده لو انتوا عايزينه يطلع يعني. ما لازم نستغل الموضوع. وكالعاده بقى تعالوا ننظف مرتنا بالفيديو ده. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر. بس يا جماعه كده وصلت الفيديو، استاذ اعمل لايك وشير وسبسكرايب. اهم حاجه تعمل سبسكرايب، يا ريت تشير في القناه عشان خلاص يعني داخلين على 300000 سبسكرايب، ويا ريت تعمل شير يعني عشان التفاعل يرجع تاني. لو ما تعرفنيش يعني القناه بتاعتي اتسرقت 8 9 شهور وحصل حوارات كتير كده وتعبت نفسيا وحاجات كتير، فاعمل شير يعني ساهم في اسعاد كان بني ادم مسلم زيه زي الناس محمد على فكره، فكلنا اخوات في الاسلام. فيا ريت يا اخواني ويا اخواتي اعملوا شير. ولو حابب تشوف لوشي ده تاني ما تنساش تعمل لايك وشير. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.